ما أفضل ما يفعله المسلم في ليالي العشر الأواخر؟ أفضل ما يفعله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة، فإنه عليه الصلاة والسلام ظاهر حاله أنه كان يقوم معظم الليل في تلك الليالي، لكن صلى معه الصحابة ثلاث ليال كما عند الترمذي وغيره، صلوا معه ليلة 23 وصلى بهم إلى ثلث الليل، ثم صلوا معه ليلة 25 إلى منتصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني لو أكملت بنا إلى طلوع الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا فضل عظيم، من قام مع الإمام حتى يسلم من الركعة الأخيرة يكتب له أجر قيام ليلة كاملة. ثم قام بهم ليلة 27 إلى قريب من طلوع الفجر، يقول الصحابة حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، وهذا يدل على تأكد ليلة 27 أكثر من غيرها. فكان عليه الصلاة والسلام يشتغل في هذه الليالي، ليالي العشر، بالصلاة، فإن استطعت أن تشغل وقتك أو أكثره بالصلاة فافعل، فإن الصلاة هي أحب عبادة إلى الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله كما في الصحيحين، قال الصلاة. الصلاة هي أحب عبادة إلى الله، أحب عمل إلى الله عز وجل. ولذلك يعني روي عن بعض السلف أنهم كانوا يكثرون من الصلاة، الإمام أحمد بن حنبل ذكر في ترجمته، هذا مشهور عنه، أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير فريضة 300 ركعة، ولما ضعف بعد المحنة التي حصلت له أصبح يصلي 150. الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا، يصلي 300 ركعة، لأن الصلاة أحب عبادة إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كذلك أيضا الدعاء، فإن الدعاء في هذه الليالي حري بالإجابة، ولهذا ذكر الله تعالى آية الدعاء وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية التي قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية التي بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم. لماذا كانت آية الدعاء وسط آيات الصيام؟ إشارة إلى أنه ينبغي للصائم أن يكثر من الدعاء، وأن الدعاء في هذا الشهر حري بالإجابة، خاصة في العشر الأواخر من رمضان. ويجتهد المسلم بكل ما هو عمل صالح، إن تيسر له أن يعتكف فهذا هو الأفضل وهو السنة، إن لم يتيسر يعتكف ليالي الوتر أو ما تيسر منها، فإن لم يتيسر هذا ولا ذاك فلا أقل من أن يخفف مشاغله في الدنيا، وأن يزيد من الوقت المخصص للعبادة.